لم يعد يستهويه البحر ولا قوارب خطط ركوبها بحثا عن مستقبل على الضفة الشمالية للمتوسط بقدر ما يستهويه الطريق نحو ساحات الاعتصام. هناك يلتقي أمين برفقائه علقت أحلامهم في بلد غني يفيض بالثروات، ومطالبين بمزيد من الإصلاحات علها تحقق آمالهم. رجالي الأمل، رجالي محبة الوطن، رجعنا جميعا، رجعنا كامل تواصل بين الشعب الجزائري، وكل واحد يستنى الآن أو يستنى فرصة لتحسن الأوضاع. منذ بداية الحراك عادلت نسبة الهجرة غير المشروعة الصفر حسب مصادر جزائرية عدة. مسيرة مليونية أعادت الأمل إلى مجتمع يشكل الشباب ثلاثة أرباعه، شباب كثيرا ما اصطدمت آمال العديد منهم بأمواج المتوسط طيلة سنوات. يريدون أن يحققوا أحلامهم على أرض الواقع ونسيان كل الأحلام الغابرة والسراب، سراب هذه الهجرة عبر القوارب الموت، أين فقدوا هؤلاء الشباب أصدقائهم. تراجع ظرفي لمعدلات الهجرة غير مشروعة مرهون حسب مراقبين بمدى مرافقة السلطات للمطالب التي رفعها الشباب الحراك في المسيرات. الناس لن تنتظر طويلا، لأنها منذ سنوات طويلة تطالب بالمطالب الاجتماعية والمطالب الفئوية والنقابية والعمالية. عندما لم يصغى لها ولم يستمع إليها أحد، رفعت السقف إلى المطالب السياسية وربما إلى المطالبة برحيل النظام. رغم تعدد المشاكل الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، إلى أن المطالب السياسية ورفض رموز نظام بوتفليقة طغت على شعارات المحتجين. فريد رشدي، العربية، الجزائر.